انا تربيت في مجتمع ومحيط دائما كانوا يقولون ان اذا واحد مريض نفسيا هو يعتبر مجنون. أول ما حسيت إن فيني شيء كان عمري 14، وهو بدأ بحالات من الاكتئاب. اكتئاب جداً حاد. وأتذكر أول شيء سويته إن طبعاً كلمت أهلي بالموضوع، وبعدين رحت أراجع طبيب. الدكتور ما صدق، ويمكن كانت تلك اللحظة اللي أنا نوع اللي صادني إحباط، وفي نفس الوقت نوع اللي استسلمت إن خلاص، إن ليش أنا أتعب روحي وأروح أراجع الدكتور إذا الدكتور راح يقول لي هالحكي. أكثر صورة الصج يعني عندي هاي الرابط أو هاي الكونكشن معاه، هو الصورة اللي صورتها وعندي عبارات، كتبت عبارات على وجهي. بالعكس، يعني من عقب ما لجأت حق التصوير عشان أسلط الضوء على الصحة النفسية، وايد ناس كلموني وقالوا لي إنه غير حياتهم بشكل إيجابي.